رئيس صحافي خليل مرداس من موقع ليبرون نيوز اونلاين. مثل ما بتعرف انه ازمه النفايات مثل ما بيقولوا كاس على الكل، هيدا ما في حدا عم يزبط منها والدوله غايبه. انتو كيف بلشتوا؟ نحن اول شيء كان نحن بالبرنامج الانتخابي تبعنا بال 2010، انا هذه ثاني ولايه ثاني دوره كون رئيس بلديه. بال 2010 كان بالبرنامج تبعنا، ما كانش في ازمه نفايات، كان بالبرنامج تبعنا فرز النفايات. بالاساس كنت حاطه بالبرنامج الانتخابي اللي طرحته بال 2010. بال 2012 انا بلشت مع المدرسه بعطوره. بلشت مع المدرسه من عطوره وعملنا لقاءات مع التلاميذ وبلشنا بعثنا لهم مستوعبات للورق وللكرتون وللكنات وللهيدا. بال 2012 بلشنا بالمدرسه، التلاميذ تحمسوا والاداره كلهم وهيدا، على اساس انه انا ببلش بالمدرسه شوي شوي الاهالي بتتعود وتتعلم بتشوف كيف الفرز. يعني وقت رجعنا على البيت كانت بعد سكنين ما كانش في ازمه، ما كانش في ازمه. بس نحن بلشنا لانه انا بالنسبه لي هذه شغله كثير مهمه كانت قبل ما تكون الان. بقى بال 2012 بلشنا بالمدرسه، كنا ناخذ من عندهم الورق والكرتون والكنات الالمنيوم والازاز والهيدا ونفرزهم، الاورجانيك كان يروح وكانت سكلين تاخذ الاشياء اللي هيدا ونحن نفرز وناخذ الباقي. بس البرنامج كان هو انه نرجع نحن نمشي بالضيعه. نمشي بالضيعه مع اللي بحبوا لانه في كثير. قد عدد سكانها؟ عنطورة بتعد 800، عدد سكانها 4000 صيفا شتاء. صيفا شتاء عنطورة ما فيها، الليل بطل في ناس عم تطلع تصيف، بس في 4000 بعنطورة، في 4000 تلميذ بالمدرسة، مدرسة عنطورة بتعرف سامع عنها أكيد. 4000 تلميذ وعندنا جامعة 1200 تلميذ، عنطورة فيها كثير ضبط يعني عم بيقول. وفيها جاردوري، لها شي 350 يعني الى جانب كل هالمجموعات. فانا كنت بدي استفيد من وضع المدرسه ومن وضع الجامعه ومن وضع الاهالي لحتى اجي اطلق هالفكره هي. الفكره كانت حاضره بذهننا وكنا بلشنا نحضر تنطلق مع هيئه الستات السيدات. عملنا كان في جمعيه هيئه كوميتي دعم للعنطوره تنحضر لحتى نمشي بهالمنظومه. اذا وقت ال 2015 وقت وقعت الازمه نحن ذهنيا كنا حاضرين، لهالفكره. يعني كانت هالفكره بلشت تكرم بال على الاساس هيدا بال 2015 وقت وقعت الازمه انا دغري شلت المستوعبات كلها عن الطرق كلها ونظفنا. لوين شلناهم؟ شلتهم بالمره. اوكي شلناهم على الطرقات، وين رحنا؟ لا شلناهم على الطرقات ولغينا. ونحن كنت انا بلشت حضر لانه كان حاضر جاهز، يعني اخذت معي شيء شهر تقريبا القصه مش انه هذا. بس الخطه كانت لانه اليوم وقت انت عم حاطط مستوعبات على الطريق عنطوره ممر طبيعي، يعني اليوم الزباله اللي عم يحطوهم على الطرقات مش بس من العنطوره، يعني كل اللي بيمرقوا على الطريق بحطوا زبالتهم على الطريق. فانا وقت شلتها وانا ساعتها عملت التعميم وبعثته على الاهالي وقلت لهم انه نحن رح نروح لعندكم على بيوتكم نحن ناخذ الزباله، ما فيش لزوم اي شموم تيجي على الطريق. لوين كنا عم تشيلوا؟ كنا عم لك كنا عم نف اول شيء عملنا مركز للفرز هيدا وبلشنا نعمل اللي هو موجود مركز يعني بعده لهلا بال 2015، يعني اخذ معي شي شهر تجهزته. كنا عم نعمل وقف شوي كمل معلش